بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله هنعمل ستيك بصوص الجزر، وهنعمل كمان كشك باللحمه، والحلو معانا النهارده مهلبيه جيلي الفراوله. تعالوا مع بعض نشوف الوصفات بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل دلوقتي، تعالوا مع بعض نشوف اول وصفه معانا. كشك باللحمه عباره عن ايه؟ عباره عن دقيق وسمنه وبصل وثوم وليمون وزعتر زبادي لحمه. خلاص، اول حاجه هعملها ان انا هعمل ايه؟ هحط، نجيب دي كده، دي تسخن بس، واقوم حاطه اللحمه. هحط هنا السمنه، خلاص كده، معاها الدقيق، نحط كده شوية دقيق كمان، ونقلب. اتاكد كده ان الدقيق دخل كله في السمنه، خلاص، عشان لما اجي احط اللبن يمسك كده كله. نجيب بس كده الوشك معانا، ونحط، بسم الله الرحمن الرحيم، نحط اللبن. ونقلب كده لحد ما احس ان الدقيق كله داب في اللبن. هنا بقى ابتدي اعمل ايه؟ احط هنا الزيت وعايزاه يسخن. وهحط له فلفل اسود، اول ما اقعد اقلب واول ما احس ان اللبن ابتدى يمسك قوي ابتدي بقى احط المرقه، احط الحاجات التانيه اللي انا عايزه احطها. طيب، هنا الزيت خلاص سخن، هبتدي احط كده اللحمه. شايفين مقطعينها صغنن كده خالص، وكميه اللحمه هتبقى اكتر من الكشك شويه. يعني انا عايزاه هو كشك باللحمه، بس اللحمه كميته كبيره، فممكن نقول لحمه بالكشك. خلاص، لحمه بالكشك اكتر. نقلب كويس قوي، ابص كده على اللحمه، اقلبها. اول ما لونها كله يبتدي كده يلون لون واحد ابتدي احط لها البصل. دلوقتي ممكن احط الثوم واسيبه كده ايه يختلط كده معاها، يختلطوا كده سوا بس. اهو ابتدى يتقل.
نوطي بقى عليها خالص كده عشان عايزه الدقيق يستوي براحته. اقلب على اللحمه، احط لها بقى البصل، هو البصل ده مش ده، ايوه كده. اقلب كده كويس قوي بحيث ان انا عايزه البصل كله يدوب مع اللحم. شايفين الكشك بقى كده ابتدى يتقل، نبتدي بقى نحط له المرقه بالراحه كده بشويش ونقلب يتقل، نحط له تاني. طيب تعالوا نشوف الوصفه التانيه بسرعه عباره عن ايه، عشان عايزه اسوي اللحمه قبل ما اطلع فاصل. عباره عن ستيك بصوص الجزر، زي ما قلت لكم انا عايزه احط الخضار في الاكل بطريقه ان احنا نخفيها وبطريقه لطيفه. فهنعمل النهارده ستيك بصوص الجزر. عباره عن ايه؟ عباره عن ستيك جزر مسلوق بالميه بتاعته كده زي ما انتم شايفين، زبده، جوز الطيب، فصوص ثوم، شرايح بصل، كاري، فلفل احمر، وهيبقى فيه كمان معانا كريمه. طيب اول حاجه هعملها ان انا هحط كده الزيت عشان احط الستيك يستوي بقى براحته خالص كده اهو. بس هم هيكشوا دلوقتي لحمه. طيب نطلع فاصل بقى، تكون اللحمه دي خلصت سواها وكشك، اتاكدت ان هو استوى وكمان الستيك، ونرجع نعمل الصوص الجزر ونعمل كمان مهلبيه جيلي الفراوله. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. دلوقتي شايفين الكشك انا حطاه في الخلاط ليه بقى؟ عشان عايزه اضرب الزبادي كويس قوي مع الدقيق واللبن. اللي يقدر يضربه كويس قوي بايديه، انا ايدي بصراحه بحس انها ضعيفه الى حد ما، فانا عايزه اضربه كويس جدا، لان انا لو ما ضربتهوش كويس هيقطع مني، وانا طبعا مش عايزه الزبادي يقطع. فهنحط الزبادي مع عصره الليمونه خلاص، مع بقيه الثوم المفروم هنا خلاص، نقفل بس كده على دي، وهنضربها ونشوف محتاج ملح ولا لا بعد لما نخلص الضربه دي. الزبادي عمل له ريحه حلوه جدا، نضربها ضربه كمان. احطها كده ونحط تاني الخلاط عشان هحتاجه تاني، ونقلب كده كويس. هنحط النعناع كده ونقلب. النعناع لما اتحط واحنا اصلا حاطين الزبادي عمل ريحه حلوه قوي، اول ما يبتدي يعمل بابلز كده يبقى الكشك استوى. هنبتدي بقى نقدمه ازاي. هجيب كده بايركس او باي طريقه انتوا
عايزينها. يعني انا قلت اعمله بطريقه جديده، هحط كده اللحمه بالطريقه دي. طيب عقبال ما الكشك كده يعمل البابلز بتاعته، تعالوا نشوف صوص الجزر هيبقى عباره عن ايه. هيبقى عباره طبعا ده عشان مطرح الكشك، مفيش مشكله ان احنا هنحط الجزر، ميه الجزر مع الجزر المسلوق هنا. خلاص هنحط كمان الكريمه، هنحط فصين ثوم، هنحط حبة من الفلفل، هنحط الكاري وجوزة الطيب، شوية صغننين من البصل. خلاص نبتدي بقى كده نضربهم كلهم. بس كده خلاص احطه بقى هنا كده. اهو الكشك خلاص كده تمام. ابتدي بقى ان انا اغرفه. كده ريحته، عايزه اقول لكم الزبادي بالنعناع عامل ريحه حلوه قوي ليه جدا. يعني كده خلاص بقى جاهز ان احنا نقدمه. نحط كده شوية لحمة فوق الوش، نرش عليه رشة نعناع كده. وكده الكشك بقى جاهز، بس انا ممكن انضف حتة كده منه. اول وصفه خلصت معانا اهو النهارده، كشك بمكعبات اللحمه. شايفين شكله عامل ازاي؟ حلو جدا جدا جدا. طيب نشوف بقى الوصفه الثانيه، نشوف كده اخبار الستيك ايه معانا. نقلبه كده على الناحيتين. الصوص اصلا كمان بقى جاهز، يعني اول ما احس ان اللحمه استوت هقدمه مع الصوص. اشوفه كده اه جاهز خلاص. طيب نبتدي بقى نعمل ايه دلوقتي؟ نعمل مهلبيه الجيلي. قبل بس ما اعملها هحط كده شرايح البصل مع اللحمه وفصين
الثوم وكمان مكعب الزبده. دي كده خلاص احنا مش محتاجينها، هنحط مكانها الحاجات اللي هنستخدمها عشان مهلبيه الجيلي. خلاص. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل مهلبيه جيلي الفراوله. هقول لكم بقى عباره عن ايه. من الحاجات الظريفه وانا شايفه ان هو يفضل يتاكل بعديها بست ساعات بثمان ساعات، كل ما بيبقى في التلاجة كل ما بيتقل وبيبقى حلو. هنبتدي دلوقتي بقى نشوف مهلبية جيلي الفراولة عبارة عن ايه. عايزة اقول لكم انها جميلة جدا الحاجة الحلوة دي، بالذات لو احنا في ناس عازمينهم على الغداء بتتاكل بعد الغداء، او في ناس جايين زيارة مش في وقت غداء او عشاء وهنقدم لهم حاجة حلوة ساقعة وحلوة. وانا بحاول الايام دي اقدم لكم كل الحاجات الصيفي. عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن لبن وجيلي ونشا وايس كريم فانيلا وكيوي او اي نوع فاكهة انتوا عايزين. خلاص. اول حاجة اعملها ان انا هحط كده الجيلي كده، وهحط معاه شوية من مية المغلية عشان يدوب فيه. خلاص اهو شوية كده عشان اضمن انه داب، دي اهم خطوة. لو حطيناه زي ما هو كده على اللبن اولا مش هيدينا زي اللون ده، ثانيا مش هنضمن انه هو داب. خلاص. اتأكد كده ريحته طلعت، اول ما ريحته هتعرف كده ان هو خلاص ايه ده، ايه داب كويس قوي. ابتدي احط النشا شايفين اللون؟ لون حلو قوي ومبهج كده، والاطفال عايزه اقول لكم هتتبسط بيها قوي. بس كده لبن اقلب كويس قوي 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 قوي، وهحط كده في حله فوق اي حاجه بس غويطه اعرف اقلب فيها براحتي. خلاص اقلب كده كويس قوي لحد ما تتقل. اشوف كده الاستيك، انا حاسه ان انا خلاص ابتدي اقدمه بقى. كده خلاص البصل ابتدى كده يتكرمل ويبقى حلو قوي. ممكن بس ايه احط له كده شويه ميه مغليه، اول ما احس ان هما اتبخروا هبتدي ايه اقدمه. طيب انا عامله نسخه، شايفين مشبره ازاي وساقعه؟ انا عامله نسخه هقول لكم بقى هنقدمها ازاي. كده وجايبه معاها كيوي للزينه، حابين تحطوا معاها فراوله هتبقى حلوه قوي برضو. بس انا عاده بحب اللونين اللي بيبقوا مع بعض يبقوا كسرين بعض، يعني مش لازم عشان هو بينك احط فراوله او عشان هو احمر احط فراوله، ده يظهر الحاجه اكتر. كده كفايه قوي شريحه. كده خلصنا مهلبيه جيلي الفراوله. هقول لكم يعني هنعملها برضو ايه، انا كده قدمتها هوريكم لما تتقل هتبقى عامله ازاي. هي لسه هي ايه بتتقل، وزي ما قلت لكم يفضل ان احنا نبيتها ليله، نقعدها ست ساعات في الثلاجه. كل ما هتبات كل ما هتبقى الطعم مركز وهيبقى احلى بكتير. طيب ده كده خلاص نبتدي بقى نقدم الستيك. نبتدي نقدمه كده.
هبتدي كده احط اللحمة. كده خلاص اجيب هنا كده كبشة ابتدي احط فيها صوص الجزر، صوص الجزر اللي ضربناه مع الكريمة والبصل وجوز الطيب والكاري، احطه هنا كده. اول ما يغلي هبتدي اقدمه مع اللحمة. احط له بس كده ملح فلفل اسود وهقلب. نقلب دي كده اول ما احس انها جمدت زي البشاميل كده هبتدي اقدمها احطها في الكاسات او اي بولة او اي قالب انا عايزة احطه، وبعدين ادخلها التلاجة زي ما قلت ليلة 6 ساعات 12 ساعة على قد ما اقدر، يعني اسيبها على قد ما اقدر بس اكيد مش اكتر من ليلة يعني. طيب هبتدي هنا بقى اقدمها. احط لها كده فلفل احمر، ممكن حتى نشوحه بالزبده قبل ما نحطه او نشويه بيبقى حلو قوي وهو مشوي. وكده خلصنا ستيك بصوص الجزر وخلصنا المهلبيه اهي ابتدت تتقل. كده خلصنا حلقة النهاردة. النهاردة عملنا ايه بقى في الحلقة؟ النهاردة عملنا 3 وصفات عايزة اقول لكم سهلين وفي نفس الوقت شيك ينفع نقدمهم في العزومات بتاعتنا. عملنا كشك بمكعبات اللحمة، وما ننساش نحط الزبادي والنعناع بيديله طعم حلو قوي، وعملنا مهلبية جيلي الفراولة مع الايس كريم الفانيلا وذوقناها بشرايح الكيوي، وعملنا كمان ستيك بصوص الجزر مع الكريمه وفي صوص الثوم والكاري. ما انساش الكاري عشان هو اللي هيدينا اللون ده. بحاول اعمل لكم اكل بالوان بالوان طبيعيه من غير ما نحط لون، وفي نفس الوقت يدينا شكل ومنظر حلو. يا رب تكون النهارده الحلقه عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.